لا رجعة عن استبدال آلية الدعم، وإن المواطنين يؤيدون هذا الاتجاه، واللجنة المشكلة بالخصوص ستدرس الوسائل المناسبة لكي يستفيد الناس من 80 مليار تصرف على دعم المحروقات، وستناقش تلك الوسائل بمشاركة كل الليبيين. في المقابل يضج الشارع رفضا لرفع الدعم عن المحروقات، وصولا إلى تهديدات بإغلاق النفط في عدة مناطق. نتساءل في حوارية الليلة، هل خطوة تغيير سياسة الدعم ضرورية؟ وهل مخاوف الناس مبررة؟ وهل المواطنون داعمون فعلا لاستبداله كما تقول الحكومة؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها أرحب بضيوفنا في حوارية الليلة. سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من بنغازي أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي عطية الفتوري، ومن مصراتة عبر الأقمار الاصطناعية أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة مختار الجديد، ومن مصراتة أيضا عبر الأقمار الاصطناعية أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية عمر زرموح، ومن استديوهاتنا هنا سيكون معنا مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، وسينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس رئيس لجنة دراسة إصلاحات دعم الطاقة وسام ساعدي، وأيضا من طرابلس عبر الهاتف الناطق باسم الحكومة السيد محمد حمودة. أرحب بكم ضيوفنا جميعا، وأبدأ معك سيد محمد حمودة بالسؤال عن هذه الخطوة التي أثارت الكثير من النقاش في الشارع الليبي. سؤالنا، لماذا قررت الحكومة، أو ماذا، دعنا نبدأ أولا بالسؤال عن ماذا قررت الحكومة بشأن دعم المحروقات؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بك وبضيوفك الكرام. طبعا حكومة الوحدة الوطنية منذ عام 2021 طرح السيد الرئيس مسألة إصلاح دعم المحروقات، وتم تشكيل عدد من اللجان في السابق، ومؤخرا من خلال اللقاء الذي تم بثه في المتلفز والذي صرح فيه السيد الرئيس بأنه قرار التوجه نحو إصلاح سياسة الدعم تم اتخاذه، وهو من أجل طرح هذه المسألة على الطاولة، وأن يتم بحث وتدارس سبل رفع الدعم واستبداله من خلال طرق وأساليب قد تكون عينية أو عن طريق الدعم المباشر وغيرها من الطرق. ولكن هذا التصريح أثار العديد من اللغط، وكذلك أثار حوار مجتمعي واسع، ونحن كحكومة الوحدة الوطنية نرحب بهذا الحوار، ونراه هو الأمر المهم في مسألة استراتيجية وتمس المواطنين بجميع فئاتهم. وهذا الحوار يجب أن يصب في كيفية وماهية مسألة استبدال سياسة دعم المحروقات الحالية بسياسة تضمن حقوق المواطنين وتمنع التهريب. طيب، هذه نقطة واضحة سيد محمد، لكن اعذرني، انت رجعت للإشارة حتى لموضوع بداية النقاش حول هذا الاتجاه من قبل الحكومة. إعلان السيد رئيس الحكومة جاء بطريقة فهمت على أن الحديث عن رفع الدعم وليس عن استبداله، وبعد ذلك جاءت التصريحات توالية لتستدرك وتوضح أو لتفسر بأن نية الحكومة هي استبدال الدعم وليس رفعه كما فهم من كلام رئيس الحكومة في المرة الأولى. البعض ذهب إلى أن الحكومة كانت تنتوي رفع الدعم، لكن عندما وجدت ردة الفعل القوية من الشارع ذهبت في اتجاه الحديث عن أن النية هي استبدال الدعم وليس رفعه. من خلال منبركم نؤكد بأن النية منذ البداية هي إصلاح الدعم، ولجنة المشكلة هي من أجل هذه الغاية. ومن تابع البث المتلفز للاجتماع وتصريحات السيد الرئيس وخطاباته من خلال الاجتماع يتبين جليا بأن
الهدف الرئيسي والأهم هو كيف تصل هذه السلعة للمواطنين، وكيف يتمكن المواطن من شراء السلعة ويتم منع التهريب. وهذا الأمر طبعا هو كان خطف التعبير أستاذ محمد، كان خطف التعبير من رئيس الحكومة عندما قال بأن قرار رفع الدعم اتخذ ولا رجع فيه في التصريح الأول. إذا أخذت الجملة بدون السياق ستفهم كما فهمها العديد، ولكن أخذ السياق في هذا الأمر هو أمر مهم، لأن السياق الاجتماع كان من أجل بحث سبل الدعم، وكل المقترحات التي طرحت خلال الاجتماع كانت تتباين ما بين هل أفضل الطرق هي من خلال الدعم العيني أم من خلال الدعم المباشر، وفي حال اتخاذ أي خيارات ما هي الأثار الاقتصادية سواء كان على الاقتصاد الكلي أو على الاقتصاد الجزئي، وأيضا طيب أنت ذهبت للحديث عن الكيفية أستاذ محمد، أنت حتى لنستبق الأمور، يعني الآن فهمنا بأن النية من البداية كانت هي البحث في كيفية استبدال الدعم وليس رفعه. السؤال، لماذا اتجهت الحكومة في هذا الاتجاه من الأساس؟ لماذا قررت الحكومة تغيير سياسة دعم المحروقات؟ لأن حتى لو كانت النية من البداية استبدال الدعم وليس رفعه كليا، فهذا تغيير في السياسة المعتمدة منذ عقود في ليبيا. ما هي دوافع الحكومة للتفكير في تغيير سياسة دعم المحروقات؟ طبعا الأسباب هي عديدة، منها اقتصادي ومنها آخر اجتماعي. فبداية أؤكد بأن التوجه نحو إصلاح سياسة الدعم هو أمر مطروح يعني منذ عام 2021. وثانيا أن الجانب الاجتماعي من هذا الأمر، نحن اليوم أمام قضية عدالة اجتماعية، العديد من المواطنين الليبيين في مناطق مختلفة في ليبيا لا يجدون هذه السلعة المحورية والهامة وهي الوقود، وإن وجدوها يجدوها بأسعار عالية جدا ليس إسوة كباقي المواطنين في باقي المدن. وهذه مسألة جوهرية ومهمة، لأن سياسة الدعم هي تقر بحق الليبيين في الحصول على هذا الدعم على قدر المساواة، ولكن هذا المبدأ تم الإخلال به من خلال العديد من السنوات، والأمر لا يزال في تفاقم وفي ازدياد، وعليه يتطلب وقفة جادة لضمان حق الليبيين في الحصول على هذه السلعة بشكل مدعوم وبشكل مباشر. طيب أفهم منك أن هذه كانت هي المشكلة الوحيدة أستاذ محمد؟ لا هذا أولا، هذه النقطة الأولى والتي تمس مسألة العدالة الاجتماعية. المسألة الثانية وهي الكميات الوقود الكبيرة المهربة خارج ليبيا إلى الدول الجوار، وهو أمر يمس الموارد الوطن، وكذلك وصلت أرقام مهولة تصل بمئات الملايين الدولارات، وهو قد يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد وكذلك على الأمن. كم تقديرات هذه القيمة أستاذ محمد بحسب البيانات المتوفرة عند الحكومة الآن؟ نعم، السيد وسام رئيس اللجنة أعتقد من المفترض أن يكون. طيب خلينا نمشي للأمور الفنية مع الأستاذ وسام، لكن لدي سؤالين أخيرين معك سيد محمد حمودة. اسمح لي أذكر سبب ثالث. السبب الثاني وهو مسألة التهريب، وأيضا الكميات الموردة لهذه السلعة فهي في تزايد مستمر مقارنة بالسنوات السنة الماضية والسنة الحالية، وكل هذه الظروف والعناصر استوجبت على حكومة الوحدة الوطنية أن تستجيب للظروف الاقتصادية بضمان العدالة الاجتماعية، وكذلك للاستماع إلى الآراء التي تقدمت بها كل الجهات الرقابية المحلية والدولية، على سبيل المثال ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وكذلك المصرفية المركزي، بأن الاستمرار في سياسة الدعم الحالية هو
توجه خطير ويضر بالاقتصاد الوطني. طيب أستاذ محمد، أنت الآن صرت ثلاثة أسباب: عدم الوصول الوقود المدعوم بشكل متساوي لكل المواطنين، مشكلة التهريب، ومشكلة ارتفاع فاتورة الطاقة. يعني عدم وصولها بشكل متساوي هي تقريبا نفس مشكلة التهريب، لأن السبب الأساسي لعدم التوزيع العادل هو أزمة التهريب اللي لم تستطع الحكومة مواجهتها. ارتفاع كلفة الاستيراد لتغطية احتياجات البلد من الطاقة يقال بأنها مسألة عالمية، يعني وأنا سنقص هذه النقطة الأخيرة مع السيد وسام، لكن النقطتين الأولات أستاذ محمد تقريبا هم نفس المتداخلات باعتبارهما مشكلة أمنية. لماذا لم تتجه الحكومة لمعالجة المشكلة الأمنية بدل البحث عن حل لأزمة أمنية، حل اقتصادي لمعالجة مشكلة أمنية؟ يبدو الأمر غريب. يعني ليبيا ليست في منأى عن كل دول العالم. اليوم سعر لتر البنزين في ليبيا هو ثاني أرخص سعر على مستوى الكرة الأرضية ككل، وهذا السعر هو محفز جدا أن يصل إلى 3 أضعاف السعر العالمي، 3000 ضعف للسعر العالمي، وهو نسبة غير معقولة وكبيرة جدا. وكل الطرق لضبط العملية ومنع التهريب ستظل محدودة أمام مثل هكذا فجوة في السعر. إضافة أن هناك عمليات أمنية قامت بها الحكومة من أجل ردع المهربين وأيضا استهداف المستودعات والزوارق، ولكن كل هذه الجهود تظل قاصرة أمام المحفزات الكبيرة التي تضرب فارق الشعر. السؤال الأخير أستاذ محمد، الآن محصلة الموقف الحكومة، الاتجاه الحكومي في هذا الموضوع هو أن السياسة القائمة، سياسة الدعم القائمة سيتم تغييرها، والاتجاه هو للدعم العيني أو البحث في آليات أخرى. السعر لن يبقى على ما هو عليه. التوجه الحالي هو دراسة هذا الملف بشكل جدي وعلى الطاولة، وأيضا إطلاق استعلام وطني يصل إلى المواطنين من أجل أخذ آرائهم في هذه القضية الهامة، وبحث البدائل والنظر في الأثر. لا بشكل محدد أستاذ محمد، حتى أختم معك أستاذ محمد. أستاذ محمد، السيد عادل جمعة قال بأن مسألة الاستبدال لا رجعة فيها، سياسة الدعم السابقة انتهت وسيتم تغييرها، مسألة وقت فقط. يعني القضية الآن كيف يكون البديل؟ هذا هو الموقف الرسمي للحكومة الآن؟ الموقف الرسمي هو البحث عن بديل ناجع ويحظى بقبول المواطن الليبي. الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، شكرا جزيلا لك. إذن الموقف الرسمي كما قال السيد محمد حمودة هو البديل عن البحث عفوا عن بديل ناجح وناجع. سيد رئيس لجنة دراسة إصلاحات دعم الطاقة وسام السعدي، أرحب بك مرة أخرى، وسؤالي هو إلى ما انتهت اللجنة الآن بعد دراسة هذا الأمر على مدى أشهر؟ ما هي النتائج التي خرجت بها اللجنة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا بك سيد خالد وضيوف الكرام. شكلت لجنة المدة الماضية من السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، كان هدف اللجنة ضرورة دراسة ملف المحروقات أو دعم المحروقات على اعتبار أنه يمثل في فاتورة كبيرة على المالية العامة أو على أرصدة المالية العامة تحديدا، وأصبح وضع المالية العامة غير قابل للاستدامة في ظل التغير في الظروف الاقتصادية الحالية في ليبيا. تشكل أنا خليني نعطيك بس لمحة بسيطة عن آلية عمل اللجنة وبعدها نعطيك في تفاصيل أخرى. اللجنة مشكلة من وزارة المالية ومن المؤسسة الوطنية للنفط ومن ديوان المحاسبة كمراقب موجود في هذه اللجنة، وحقيقة من مجموعة من الخبراء، يعني يحلموا إليها بعض الخبراء الأخرى في بعض المجالات الإحصائية وغيرها.
عمل لجنة مازال يعني طويل، ما هوش عمل قصير، يحتاج إلى يعني تدارس الكثير من الموضوعات اللي تتعلق بالمعوقات القائمة أو الموجودة في قضية إصلاحات دعم الطاقة، بالإضافة إلى أن اللجنة يعني الفترة الماضية وضعت استراتيجية لعمل مهمة في الحين استعرضها معك في هذه المداخلة. كان الهدف من اللجنة أن فاتورة دعم الطاقة كانت كبيرة يعني بشكل كبير، وأن رأت الحكومة أن ضرورة دراسة هذا. حتى هذه اللحظة اللجنة تدرس في الخيارات، تدرس في عملية قياس الأثر المباشر وغير المباشر على المواطنين وعلى سلة السلع. موجودة معنا مع مصلحة الإحصاء والتعداد من ضمن فريق عمل اللجنة لدراسة هذه المسائل، في متابعة مستمرة لهذه الموضوعات، والأمر لا أخفي عليكم أنه يحتاج إلى بعض الوقت لدراسة الموضوعات. لا يوجد تاريخ محدد، اللجنة لم تقدم أي تقرير نهائي، مازال أمامنا الكثير من الوقت لدراسة بعض الموضوعات العامة. هذه مسألة مهمة لا بد أن نوضح لك. المسألة الثانية أن اللجنة وضعت يعني أو توصلت إلى مجموعة معوقات يعني في ملف الإصلاحات دعم الطاقة في ليبيا، وحقيقة يعني وجدت أن هناك يعني تخوفات من المواطنين بشكل كبير يعني نتيجة نقص المعلومات ونقص البيانات عليهم، عدم معرفة المواطن يعني بالأسعار الحقيقية من الخارج بشكل يعني دوري في الموازنة العامة. هناك تخوفات اجتماعية من الناس يعني حول انخفاض قدرتهم الشرائية يعني وعدم قدرتهم على الحصول على المواد المحروقات وغيرها. لا أخفي عليك أيضا أن يعني المواطنين يعني عندهم عدم ثقة يعني في في في, في في ان مرات الحكومه لا تفي بتعهداتها، وهذا لمسناه يعني الناس عندهم الحق يعني ما ندروش نقوله، هذا كلام واقعي ولا بد ان نتعامل معه بشكل جيد. مساله اخرى تتعلق بمخاوف يعني عند الناس، مثلا مخاوف اقتصاديه يعني تقلبات اسعار النفط على اعتبار انها سلعه شديده التقلب، الزياده في التضخم في حال تم استبدال الدعم. الناس عندها هذه التخوفات موجودة يعني بشكل ملموس الآن لمستوهم الشارع الليبي. مسألة أخرى في 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 معوقات الإصلاح هي عملية يعني هناك مقاومة يعني للإصلاح، كيف ما قلت لك يعني الناس يعني عندها تخوفات من هذا الملف، ولأن الملف من سنوات يعني يمكن 50 سنة والله. في لحظة جيت بتغير هذه مسألة يعني. طيب خلينا نتوسع معك في كل هذه النقاط أستاذ وسام. هناك أيضا معارضة يعني قد تكون من حناخذ كل هذه النقاط نقطة نقطة أستاذ وسام، لكن قبل أن نذهب لضيوفنا، أنت تحدثت عن أن السبب الرئيسي ربما يكون هو ارتفاع فاتورة الطاقة عن السنوات الماضية. العام 2023 هل هناك رقم محدد لقيمة ما تم استيراده أو هو أعتقد أن عام 23 هو يعني مقارب عن عام 22، لأن إحنا ما زلنا التسويات النهائية لعام 23 حقيقة لم تكتمل بعد، ما زال حتى تقارير المصروفات العام والإيرادات العام والحكومة ما زال يعني لم تظهر حتى للحظة يعني. لكن خليني نتكلم على سنة 22. نعم كانت فاتورة المحروقات كبيرة جدا. سأعود لك أستاذ وسام، سأعود لك إذا سمحت، ابقى معي. سيد محمود الفتيسي، إجمالا كيف يمكن أن نقرأ المشهد الآن وأنتم في مجلس التخطيط ساهمتوا في بشكل أو بآخر في هذا الاتجاه اللي تنتهج الحكومة الآن؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا شكرا للاستضافة. كما تفضل الأخوان سيد محمد وسيد وسام، طبعا سيد وسام هو رئيس الفريق، نحن مع هذه اللجنة بفريق فني على رأسهم اقتصاديين. الفكرة هذه موجودة عند المجلس منذ فترة، ليست حتى من الآن، أنا نقول لك حتى من قبل حتى 2011 فيما يتعلق بقضية إمكانية ما يسموه بإصلاح الدعم أو استبدال الدعم من عيني إلى نقدي أو بصورة يتم فيها إصلاح اقتصادي لهذه المسألة. هناك تشوه كبير اقتصادي في لتوزيع
أو لتوزيع الطاقة أو الوقود بالدرجة الأولى. 40% من دخل ليبيا النفطي يعني يذهب للمحروقات. طبعا هذا الحقيقة يعني احنا نرى تخوف، وهذا التخوف طبيعي جدا الحقيقة، ما فيش أولا في مقاومة للتغيير وهذا شيء طبيعي. قضية أنه هو الآن يفرض هذا غير صحيح، القضية حتحتاج وقت. وحتى الإخوة يعني السيد وسام في اللجنة عندهم جدول زمني، يعني يعتقد أن هم مقترحين أن الجدول الزمني هذا يبدأ لو بدينا حتى في الأربع في 25 أو في نهاية 24 ونصل إلى يمكن حتى إلى 29 أو 30 لكي تتم العملية بطريقة صحيحة. وليبيا ليست الدولة الأولى، يعني هذا الدول كلها الآن النفطية اللي كانت حتى هي نفسها مدعومة تدعم مثل السعودية ومثل الكويت وقطر. السعودية الآن 75 سنت اللتر، يعني ما يعادل 5 دينار ليبي للتر الواحد. احنا في ليبيا لابد لنا أن نفكر في الموضوع هذا ونبدأ فعلا بداية فعلية. وأعتقد أن الحكومة يعني في بإطلاقة هذا الموضوع هي حريصة على أن فعلا أن هذا التشوه يزال، وأن ما فيهاش محاباة، يعني ما فيهاش مثلا لو الحكومة الآن تريد شعبية لقت والله خلينا خلاص خلي البنزينة بثلاثة سنت وممكن حتى نرجع للدعم السلع الأخرى، لكن الحقيقة تقول أن احنا لازم نواجه هذا الملف بشجاعة، ولكن ضروري أن لا يتأثر المواطن وخاصة الطبقات الهشة. طيب سنأتي للحديث عن الكيفية. أستاذ عطية الفتوري من بنغازي، هل فعلا ارتفاع كلفة الطاقة اللي وصلت ل 80 مليار دينار تقريبا وفق ما ذكر دول المحاسبة عن العام 2022، 82 مليار دينار تحديدا اللي هي ربما تصل لثلثي ميزانية البلد، ارتفاع هذه الكلفة إلى هذا الحد هل فعلا يستوجب التفكير في إصلاح نظام دعم المحروقات في ليبيا؟ أهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام وبالمشاهدين الأعزاء. أنا أولا أقول لك الأرقام اللي تخرج من الحكومة قد لا يكون فيها ثقة بصراحة، لا عندنا لا ثقة في هذه الأرقام، يعني لا أعتقد أنا أن فعلا دعم وصل إلى 82 مليار دينار ليبي خلال سنة واحدة. نحن هذه السنة 2023 قيمة صادرات النفط أقل من 100 مليار دينار، 99 وكسر، يعني كأن النص نحن نجيب به في بنزينة ولا النص نجيب به في الحاجات الأخرى. يعني لا أعتقد أن الأرقام اللي طلعها الحكومة واللي تكلموا بها المسؤولين تو بدري، السيد محمد حمودة قال أن سعر النفط سعر البنزينة في بنغازي في ليبيا يعني اللي برا ألف مرة، لا 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 هذا كلام غير دقيق. يعني سعر البنزينة في تونس 75 سنت ونحن عندنا 3 سنت، صحيح مزبوط 25 مرة مش ألف مرة، يعني ألف مرة وين؟ أسعار البنزينة في العالم تتراوح وليس ثابتة في كل البلدان، كل بلد عنده في بلدان أقل من دولار للبرميل وفي بلدان أقل من 4 من دولار للبرميل، وهذا يعتمد على مستوى المعيشة ومستوى المرتبات ودخول الناس. في ناس بعض البلدان دخولها عالية يديروا بدولار البنزين مش مشكلة، وفي ناس طبعا البلدان النامية يعني زي تونس زي مصر طبعا عندهم مشاكل كثير من المشاكل. وبالتالي بصراحة على الحكومة أن تقدم يعني أرقام صحيحة وثقة. أنا أقول لك الحكومة لما ألغوا الدعم عن الدقيق وعن الرز والمكرونة والزيت والطماطم وغيرها كان في وعود على أنه سيكون هناك مقابل وكذا، ولا مقابل ولا شيء، وهذا هو اللي أدى إلى أن كثير من الناس الآن تحت خط الفقر، وان كما قالت مصلحه طيب. الاحصاء ان 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 الانفاق على السلع التمويليه الاساسيه قريب
يعني اكثر من 40% من ميزانيه المستهلك. طيب واضح واضح يعني تماما. نبقى معي دكتور لو سمحت لي، اسمح لي ان انتقل الى مصراته مع الاستاذ عمر زرموح. فكرتك واضحه دكتور عطيه. دكتور عمر زرموح، اكثر من 17 مليار دولار وفق ديوان المحاسبه، هي بيانات ديوان المحاسبه للمفترض ان يكون جهه مستقله تدقق مصروفات الحكومه. والمصرف المركزي في بياناته الأخيرة أيضا عاد ذكر نفس هذا الرقم، 17 أكثر من 17 مليار دولار، ما يجاوز 82 مليار دينار ليبي، هي قيمة ما تم استيراده من محروقات في العام 2022. هل هذه الأرقام أرقام دقيقة بحيث يمكن الانطلاق منها في مناقشة مسألة ارتفاع كلفة الطاقة، الحاجة لمراجعة سياسة دعم المحروقات، الإبقاء عليها، استبدالها، كيف يتم استبدالها، أم أنها أرقام فعلا محل شك لا يمكن البناء عليها؟ بداية يا أستاذ خالد، أحييك وأحيي المشاهدين وضيوفك الكرام، وخصوصا الأستاذ الفاضل الدكتور عطية الفتوري، وهو من الأساتذة الذين لهم فضل علي أثناء دراستي العليا، فأحييه تحية خاصة. بالنسبة لسؤال حضرتك، أنا أيضا أتفق مع الأستاذ دكتور عطية في شكوكه حول الرقم 82 مليار. أنا اطلعت على تقرير ديوان المحاسبة، وما فهمته منه ليس 82 مليار دينار، بل هو 47 وكسر، لما انقرب يطلع 48 مليار دينار. هذا المبلغ يعني فيه شقين، الشق الأول المصروفات التي صرفت من خلال وزارة المالية، مخصصات ومصروفات طبقا للقانون نظام المالي للدولة، والشق الثاني اللي هو عن طريق الاستيراد والمقاصة من الإيرادات وبطريقة خارجة عن القانون كما نعلم، وديوان المحاسبة جمعهم اثنين وحطهم. ربما تقصدوا ب 82 مليار مبالغ دعم كلها أو مبالغ أخرى، فأنا لا أدري، لكن بالنسبة للمحروقات الرقم اللي عندي 48 مليار يا الدعم الطاقة إجمالا يا دكتور زرموح. نعم. بيانات المصرف المركزي اللي هي قبل أقل من أسبوعين، دعم الطاقة خلال 2022 استنادا يستند المصرف المركزي. لا معليش، أنا نحكي على عام 2022، وأنا أيضا أتحدث عن 22 يا دكتور. أما 2023 دكتور. نعم. المصرف. نعم. المركزي. نعم. أورد إجمالي. نعم. إجمالي ما رصده ديوان المحاسبة خلال عام 2022 من نفقات في مجال الطاقة، وتحدث عن 17 مليار وكسر دولار، ما يعادل قد يكون، ما نعرفش، لكن أنا أرى وما لا أشك، أنا أشك في هذا الرقم كما ذكر الدكتور عطية. الحقيقة رقم غير معقول، علاوه على انني معلوماتي من خلال التقرير غير ذلك، يعني متعارضه مع هذه ومع هذه. طيب انا ساطلب من الزملاء ان يمدونا الان بالنص المصرف المركزي. انا ما عنديش مانع، سأراجع حتى نقراه كما كتب. نعم دكتور. اي نعم. انا ساراجع التقرير ديوان المحاسبه مره اخرى. لكن الرقم كبير، 82 مليار رقم غير معقول. يعني هي المصروفات كلها، المصروفات بما فيها المصروفات اللي جت عن طريق استيراد الوقود كلها جمعهم ديوان المحاسبة طلعهم 171 مليار دينار، فداخلة فيها حتى دعم المؤسسة الوطنية للنفط ب 34 مليار، كل هذا يعني ال 34 مليار زايد الدعم الوقود زايد المستورد من الوقود كله بالإضافة إلى المرتبات اللي تحتل حوالي 55 أو 60% من الميزانية، فكلها مع بعضها 171 مليار.
فعموما أنا سأراجع الأرقام يعني كل ما أستطيع أن أقوله، يعني لا أستطيع أن أكذب أحدا. السيد عادل جمعة اليوم أيضا في لقاء تلفزيوني ذكر رقم مقارب، قال قرابة 80 مليار دينار تذهب لدعم المحروقات، يجب علينا أن نفكر كيف يتم توزيع إيصال هذا الرقم لجيوب المواطنين بشكل مباشر وفق التوجهات الأخيرة للحكومة. أستاذ مختار جديد، هل لدينا في ليبيا مشكلة أرقام؟ هناك حاجة لإعادة التدقيق في هذه البيانات حتى تكون في النهاية مخرجات عمل أي لجان تشكل في سبيل إصلاح نظام دعم المحروقات مخرجات دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مساء الخير أستاذ خالد، مساء الخير لمشاهدي قناتكم الأكارم، مساء الخير للضيوف الأعزاء. طبعا لما أنا في وجهة نظري عندي وجهة نظر مختلفة للأرقام، أنا لا أتحدث عن أرقام دقيقة ولا أنظر إلى مدى دقة الأرقام، ما يعنيني هو صحة الأرقام باعتبار أن الأرقام تعتبر بالنسبة لنا مؤشرات. حاليا لو تحدثنا عن رقم 82 مليار دينار كقيمة الدعم، وتبين لاحقا أن هي 81 أو 83 أو 80 أو 84، في النهاية هي مؤشر يعطينا انطباع أن حجم الإنفاق على مستوى الدعم المحروقات رقم عالي، يعني في حدود 80 مليار وأكثر شوية، يعني بغض النظر عن صحة دقة الرقم ولكن يفترض بأن يكون مؤشر صحيح باتجاه دعم المحروقات. فيما يتعلق برقم 82 مليار، أنا أمامي حاليا تقرير ديوان المحاسبة، واسمح لي نسرد عليك الأرقام. الصفحة رقم 37 من تقرير ديوان المحاسبة يتحدث عن إجمالي دعم المحروقات ب 82 مليار 951 مليون دينار. أولا لازم نوضح أن دعم المحروقات يقصد به الدعم سواء المحروقات لاستخدام السيارات والنقل سواء في النافتة أو البنزينة أو الدعم الموجه للشركة العامة للكهرباء، وهذا رقم 82 مليار يشمل جميع المحروقات سواء للمحطات الوقود سواء للمحطات الكهرباء سواء للنفط المستورد من الخارج سواء النفط المنتج محليا. يعني حاليا 82 مليار متكون من 4 بنود، البند الأول هو النفط المستورد من الخارج أو الوقود المستورد من الخارج 42 مليار، نتحدث أيضا عن دعم المحطات الوقود، نتحدث أيضا عن الوقود المنتج محليا والمستخدم سواء في الاستهلاك المحلي للمحطات أو الكهرباء. سمحنا يا شباب نسرد لك الأرقام، 42 مليار دينار الوقود المورد من الخارج عن طريق المبادلة، 19 مليار من الوقود المنتج محليا عن طريق تكرير النفط الخام بمصافة محلية، مليار 957 مليون من النفط الخام لتشغيل محطة كهرباء وبالي، أخيرا 19 مليار دينار وغاز طبيعي المستهلك محليا لتشغيل محطات الكهرباء، ورقم إجمالي 82 مليار 900 مليون دينار. هذا الرقم اللي يذهب باتجاه المحروقات سواء استخدام السيارات أو المحطات الكهرباء. حديث السيد عادل جمعة لأن حيتم توفير 82 مليار دينار وتوجيهها إلى المواطنين، يعني الأمر يعني في مبالغة وفي تضخيم للرقم، يعني نتكلم إحنا على حوالي 42 مليار للنفط المورد من الخارج بالإضافة لحوالي 10 مليار إنتاج محلي، تكلم حدود 50 مليار أو 60 مليار هذا اللي ممكن استهلاك وقود، وليس 82 مليار، باعتبار أن لا أعتقد أن الحكومة حاليا تفكر في رفع الدعم على الكهرباء وأغلب المواطنين يقوم بسداد الكهرباء، يعني غير منطقي، يعني حيتم الإعفاء بالكهرباء لرفع الدعم الكهرباء في نفس الوقت الناس ما تقومش بسدادها. فلذلك أعتقد أن الحديث عن الدعم يجب أن يقسم إلى شقين، شق يتعلق به الوقود المستخدم للسيارات سواء نافتة أو البنزينة، وأيضا الوقود المستخدم في الكهرباء، وهنا يجب التمييز. أو حتى لو في حديث عن رفع الدعم أو استبدال الدعم، البعض يتحسس أن الدعم لما نتكلم عن رفع الدعم رأى دائما نقصد به استبدال الدعم، غير ممكن رفع الدعم بشكل مطلق بدون توفير بديل للمواطن، لذلك لما نتكلم عن رفع الدعم رأى نقصد به الاستبدال. لا يمكن الحديث عن رفع الدعم للوقود للسيارات بالإضافة إلى بشكل متوازي مع الكهرباء، الأمر يجب أن يكون على مدى على مراحل وبشكل نوعي، يعني مرة نافتة مرة بنزينة مرة محطة الكهرباء وغيرها، وبشكل تدريجي على مدار سنوات، وممكن بعدها نوصل إلى مرحلة الرفع الكامل للدعم على الوقود. طيب بالحديث عن البدائل، خلينا بس نسأل السيد وسام السعدي رئيس لجنة دراسة إصلاحات دعم الطاقة عن شكل السياسات الحالية بالأرقام الآن، لأن هذه الأرقام تداخلت بحيث أن أصبحت بعضها غير واضح، يعني يسبب حتى الإشكالات معينة. أستاذ وسام، أنتم الآن حتى إذا كانت اللجنة لم تصل لنتائج نهائية في عملها، لكن على الأقل وفق العمل المبدئي النتائج الأولية، ما هو بالأرقام أستاذ وسام إذا أمكن، ما هو شكل سياسات الدعم الحالية للطاقة إجمالا في ليبيا؟ هو شوف استاذ خالد،
انا يعني مانيش بسبب مناقشه ارقام، على اعتبار ان الارقام هذين صدرت فيهم تقارير من اجهزه رقابيه عليا ويمكن التحقق منها، يعني مش موضوع انت اذا كان هذين يعني اذا كان حد يعني مش فاهم الارقام بشكل دقيق، ولكن ممكن نعطيك يعني لمحه بسيطه. عندنا عباره عن جزء التوريدات اللي تم من الخارج نفط خام ممكن في حدود 8.5 مليار دولار، في حدود التكلفه التكرير المحلي في حدود 4 مليار و200 دولار، هذين نفط في شكل نفط خام يذهب للمصافي المحليه. وهنا اللي ممكن اللبس اللي يصير من بعض الضيوف اللي هو ان هذه لا تمثل تدفقات نقديه، عباره عن كميات سلع ينتقلا الى المصافي المحليه وفي مقابل انه يكون فيه منتجات ومشتقات، بالاضافه الى تكلفه الغاز اللي 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 استخدمتها المحطات الخاصه بالشركه العامه للكهرباء وكميات النفط الخام اللي استهلكتها المحطه التجاريه. وبالتالي تقارير ديوان المحاسبه تقارير يعني لا نشكك في هذه التقارير وبالامكان التحقق منهم يعني، وهذه جهه رقابيه عليا يعني ما اعتقدش انها عندها مصلحه انها تكون. هذا جانب وهذا ما هوش موضوعنا يعني. انا اللي بنقوله ان نتيجه لان هذه الفاتوره العاليه يعني في المحروقات، فهو رأت ان الحكومه ان هناك يعني لابد من وضع استراتيجيه وطنيه، من ضمن هذه الاستراتيجيه الوطنيه ان تدار التكاليف في القطاعات كثيفه الاستخدام للطاقه. وعلى سبيل المثال هنا نقول بان الشركه العامه للكهرباء، مصانع الحديد والصلب، مصانع الاسمنت وغيرها، يعني تحسين جوده البيانات المتوفره ويعني وضع اهداف لهذه القطاعات بحيث ان تتحسن عمليه تخفيض الفاقد اللي يصير في الطاقه والتوليد والمسائل هذين. فمن ضمن هذه الاستراتيجيه هي هذه المسائل اللي بعد هذه مسائل ترشيد في الاستهلاك استاذ وسام، لكن ما هي استراتيجيه كامله؟ كنت تسمح لي يا استاذ خالد استعرض معك هذه المساله؟ نعم تفضل. تعطيني فرصه يا سيدي. اللجنه عكفت المده الماضيه على وضع استراتيجيه كامله، كانت اول شيء هذا وضع اهداف لعمليه خطه اصلاح كامله، تقييم الاثار نتيجه رفع الدعم اذا كان هو استبداله بدعم نقدي للمواطنين، تقديم اثار مباشره وغير مباشره، في هناك اليه كامله للاتصالات ووضع ملحقات في الميزانيه العامه تبين تكاليف هذه المحروقات يعني في بشكل عام، باش الاطلاع المواطن ويكون على الاقل في توعيه للجمهور والمواطنين بشكل عام. مساله اخرى للحكومه يعني ما يعني لم تقوم بتحرير اسعار المحروقات بشكل صادم الجمهور، بالعكس هي حتكون في عملية تدرج خلال من 3 إلى 5 سنوات، هتاخذ وقت يعني الموضوع هذا. حيكون هناك تعويض نقدي مباشر للأسر الليبية بالكامل، يعني مش حيكون الموضوع إنه هو رفع دعم عبارة أو إلغاء دعم، لا لن يكون بهذا الشكل. الأمر واضح وجلي، سيكون هناك تعويض نقدي وعادل لكل الأسر الليبية فيما يتعلق بهذه أو المحروقات يعني. هذا ناحية، الناحية الأخرى هناك يعني مجموعة من التدابير يعني تفكر فيه الحكومة. إلى هذه اللحظة أنا أقف عليك أن احنا ما زلنا نناقشوا في كثير من البدائل، نناقشوا في قضية التحويلات النقدية هذه الموجهة، وسائل الاستهداف، من الفئات اللي أكثر استهدافا أو أكثر استحقاقا بالدعم. هناك مجموعة خيارات في الاستهداف، هناك خيارات جغرافية، هناك خيارات تتعلق بمشاركة المجتمع المحلي، هناك اختبارات لقدرة الدخل، يعني لدينا كثير من الموضوع. أيضا هناك يعني كميات المدعومة كما تكلم أحد الضيوف، يعني شنو هن الكميات اللي ممكن تدعم؟ ممكن الشركة العامة الكهرباء هذه يفكروا أنها ممكن، ما زال راه تفكير يعني ما هوش موضوع متاع. لم تتخذ هذه القرارات، لم يصدر أي تقارير أن تكون الكميات الكهرباء مدعومة الى حين انتهاء من اداره هذه التكاليف في هذه القطاعات، عدد السلع المدعومه، عدد المنتفعين. المساله يا استاذ خالد ماهيش مساله بسيطه وتحتاج الى وقت لدراسه هذه الموضوعات. الحكومه اتخذت قرار كاصلاح يعني، كان تعبير رئيس الوزراء تعبير مجازي يعني القرار اتخذ، لكن لم يتخذ قرار يعني. نحن قاعدين ندرسه في هذا الملف بشكل
علمي نأسسه على كل خطوة نديروا فيها. الأمر يحتاج إلى مسوحات، يحتاج إلى تفكير جيد، يحتاج إلى مشاركة مجتمعية بشكل واسع، كافة أطياف الليبيين لابد أن يشاركوا فيه. لن يتخذ أي قرار في هذا الجانب ما لم يكون هذا الملف درس بشكل جيد، ما لم يكون هناك الأثار محسوبة بشكل دقيق، معرفة الأثار المباشرة والأثار غير المباشرة، لن يكون هناك ضرر لأي فئة من الليبيين. يعني هذا ما أحب أن أوضحه، يعني هذه الاستراتيجية عبارة عن يعني هذه المحاور الرئيسية في الاستراتيجية. طيب يعني المتوفر لا الملامح فقط أستاذ وسام، أنا سأسألك، أنت تطرقت لما سميت بدائل أخرى سأسألك عنها لو سمحت في المرة القادمة، لكن قبل ذلك عطفا على ما ذكر الأستاذ وسام من الدعم النوعي الآن للمحروقات، على اعتبار أن الاستهلاك ليس استهلاك واحد في البلد، مستورد محلي، حتى ما يتم استيراده والمحلي أيضا يوجه في قنوات عدة مختلفة غير البنزين، هناك محطات الكهرباء وغيرها، ما الذي يمكن أن يدخل دائرة تغيير سياسة الدعم، وما الذي سيبقى على الحال على ما هو عليه بالنسبة له؟ يعني أي المجالات لا يمكن تغيير هذه السياسة فيها؟ هو طبعا بالنسبة للموضوع هذا، طبعا اللجنة الآن موكل لها هذا الكلام، طبعا بالنسبة أنها لازم الآن تبحث في كل البدائل. قضية استبدال الدعم هذا أمر أصبح الآن إصلاح، كما تفضل الأستاذ وسام، إصلاح الدعم الطاقوي كامل. طبعا هذا حيمر بمراحل، والآن المرحلة اللي بادئ فيها هي بداية التخطيط لهذا العمل، وهذا أمر ليس يعني حياخذ وقت. وأهم نقطة أن المواطن لا يتأثر بهذا التغيير، بالعكس في صالحه نظريا. دكتور، بعيدا عن ليبيا، حتى لو استثنينا ليبيا من هذه، نظريا وفق الطرح الأكاديمي في تنفيذ مثل هذه المعالجات، أي المجالات تطالها عمليات الاستبدال العيني أو النقدي ورفع الدعم بالكامل، رفع الدعم جزئيا، وأي المجالات تبقى مشمولة بهذا النظام؟ هو الموضوع بالنسبة للدعم المحروقات طبعا، البنزين والديزل، هذه ما طبعا يتأثر بهم طبعا المواطن طبعا، والكهرباء كذلك. الكهرباء هي طبعا جزء لا يتجزأ من الموضوع، وهي طبعا تأخذ في رقم لا بأس به من الدعم. والآن احنا يعني في فترة تعافت فيها الكهرباء، ولكن لما نشوف التكاليف باهظة جدا، لكن هذا لا يعني ما يمنعناش ان احنا نفكر في قضية كيف احنا فعلا نتحصل على طاقة بطريقة اقتصادية. الآن نفكر حتى في موضوع الطاقات المتجددة، وهذا موضوع الآن ليبيا اليوم عندنا قمة الطاقة في طرابلس، وهذا من المواضيع المهمة جدا. لكن فيما يتعلق بقضية الدعم الحزمة لازم تكون شاملة، وهذا اللجنة الآن المكلفة هي ليس لجنة من الوزارات المختصة ومن اقتصاديين، يعني يتم دراسة هذا الملف بأناء على أساس أن يكون هناك خطوات عملية بفترة زمنية يعني لا يتأثر بها، بالعكس يعني المردود على المواطن تكون أفضل من وجود الدعم الآن، اللي هو الحقيقة وجود الدعم الآن مبدئيا هذا واضح دكتور، لكن بشكل مباشر أنت في تقديرك اليوم كاقتصادي، ما الذي يمكن أن يرفع عنه الدعم ويستبدل نقدي أو عيني أو أي وفق آلية هو أخرى، طبعاً وما الذي يجب أن يبقى مشمول بسياسة الدعم؟ لا هو الكهرباء حسب ما فهمت، لا هو الاستبدال، هو استبدال الدعم ضروري من كل المجالات. يعني الحقيقة لا أستطيع الآن أن نقول الحقيقة الآن، لأن لو خلد لو 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 يعني فضلنا يعني منتوج على آخر في قضية الدعم، فإحنا صراحة قعدنا في التشوه موجود، وهذا موضوع موكول للجنة الفنية بأنها فعلا تعمل هذا العمل بطريقة قلنا احنا انها تكون اولا التدرج، وهذه نقطة أساسية جوهرية فيما يتعلق برفع الدعم، ولا بد من شعور المواطن بان هذا ان هذه الأموال التي الآن هو يعتقد انها اخذت منه ترجع له في برنامج تنموي، في طرق، في 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 مواصلات، في في امور، في التعليم، في الصحة، وهذه رأي مواضيع مهمة جدا للغاية. أن يكون بديل نقدي أو عيني أو خدمي تقصد دكتور؟ كله. طيب دكتور عطية الفتوري، يعني هناك مسألة
على ما يبدو أشبه بالممانعة من قبل فئة معينة، ربما فئة واسعة في المجتمع، وفي حتى من ينظر لها في مستوى الأكاديميين. ولا أنت دكتور عطية تتبنى فكرة أن هذه الخطوة خطوة غير مقبولة وغير مبررة من الحكومة؟ ألا يفترض دكتور أولا أن يتم انخراط الجميع في هذا العمل والبحث والدراسة في إمكانية خلق بدائل أفضل تحقق العدالة الاجتماعية، تمنع التهريب، تضغط على فاتورة الطاقة المكلفة المرتفعة لتدفعها الدولة؟ لماذا الرفض قبل حتى البحث في الموضوع؟ هو البحث في الموضوع يجب أن يكون من طرف الحكومة. طبعا الحكومة لم تبحث في هذه المواضيع، وإنما قررت بترفع الدعم. هذا اللي درت الحكومة. الحكومة كان مفروض قبل أن تتكلم عن رفع الدعم تشوف كل البدائل الأخرى. يعني لا دكتور، يعني خلينا نكون دقيقين يا دكتور عطية لو سمح. دكتور عطية، يعني لا، لأن نقاشنا بهذا الشكل نعم. سيصبح فيه مغالطة، لأن الجماعة قبل قليل نعم. كانوا معنا وأكدوا أكثر، سواء الناطق أو السيد وسام السعدي أيضا موجود معنا، الكل يتحدث عن استبدال وليس رفع، وأن المسألة ما زالت قيد الدراسة، لا توجد قرارات مسبقة تنتوي الحكومة اتخاذها. وبالتالي لماذا الذهاب إلى افتراض أن نية الحكومة هي رفع الدعم وأنها لن تقدم بدائل؟ شنو البدائل؟ ما فيش بدائل، لم تقدم الحكومة بدائل. حتى الاستبدال هو مش يعني وسيلة مباشرة أو ألوية. يعني هل الحكومة دارت بدائل؟ بدائل شنو؟ البدائل مثلا منع التهريب. عمرنا ما لم نسمع أي مهرب مسكوه تم القبض عليه وتطبيق القانون ضده. هل كل هذا التهريب ما فيش مهربين يعني تقدر تمسكهم الأجهزة الأمنية؟ يعني من المهرب اللي سمعنا أنه هو قبض تم القبض عليه وتحول للمحكمة وحكم عليه؟ ما فيش. يعني الدولة أو الحكومة تقف موقف المتفرج تقول لنا والله في تهريب والتهريب رأوا كاثر، وانت شن درتي للتهريب؟ ما عندكش أي. شنو الحاجات اللي درتيهن في الجنوب؟ أنا شفت ناس في الجنوب يقولوا والله فعلا أرفعوا الدعم لأن احنا مرفوع علينا الدعم، يعني يشروا في اللتر البنزينة بدينا رين وثلاثة دينار وحتى أكثر. هل الحكومة درست هذا الموضوع؟ إيش معنى يعني الناس اللي موجودين في الشمال قد يلاقوا مرة يعني عندهم مشكلة في التوفير، ولكن لم نسمع أن أحد في الشمال ووصل به الأمر إلى أن يشري لتر الوقود بدينارين ولا ثلاثة، لكن هذا موجود في الجنوب. يعني شنو السبب؟ هل فيه التهريب من الجنوب كله، أو أن الكميات اللي تمشي للجنوب غير كافية؟ ما فيش حد يعني خذ الموضوع من هذا الجانب. نعرفوا مثلا الجنوب ليش مساكين عايشين بهذه الطريقة؟ شنو السبب؟ هل التهريب عندهم بشكل كبير جدا؟ هل هم ما يعطوش فيهم كميات كافية زي الناس اللي يسكنوا في الشمال؟ كنسبة، بالنسب طبعا مش بالأعداد عارفين، لكن للأسف الشديد يعني الحكومة تنظر بهذا الشكل. لكن نحن نعرف، يقول لك الليبيين أكثر وحدين يساكوا في البنزين لأن ما فيش مواصلات عامة. هل الدولة فكرت في مواصلات عامة داخل المدن مش خارجها، داخل المدن؟ ولذلك نحن نشوف هنا الأسرة فيها 3-4 أشخاص، كل شخص عنده سيارة. لا في العالم الآخر لا طبعا. الحكومة تقدر تشوف هذا الموضوع، يعني دير شركة نقل عام داخل المدن، شركات عامة ولا خاصة، على أساس إن مش داعي أنا لما نمشي العمل بتاعي ناخذ سيارتي، ممكن نمشي يمكن 100 متر نلقى محطة أتوبيس وناخذها، على أساس فيه وسائل نقل عامة. دكتور عمر زرمو، ملتزمة ومحترمة. ملتزمة يعني عندها توقيتات ومحترمة، أن حتى المرأة تقدر تركب فيها. هذين بدائل، الحكومة لم تتطرق إليها يعني بكل، لا تتطرق علينا الأولاد. وبعدها لما نديروا هذين ونجربوا هذا الموضوع مشى معنا سنة ولا اثنين، بعدين نفكروا في عملية الزيادة. لكن طيب لكن واضح تماما دكتور عطية، اسمح لي فقط دكتور عمر زرموح. وبعدين الاستبدال راه مش بالسهل. واضح تماما دكتور عمر زرموح، وفق الناطق باسم الحكومة وحديثه قبل قليل قال بأن هناك ثلاث نقاط رئيسية، وهي محاولة تحقيق العدالة الاجتماعية في دعم
المحروقات، لأن استهلاك الوقود بالنهاية مثلا أو استهلاك الكهرباء غير متساوي بين المواطنين، وبالتالي تقديم الدعم بشكل مفتوح لا يحقق العدالة الاجتماعية في توزيع هذا الدعم أو مقابل هذا الدعم. أيضا هناك أزمة الكهرباء وأزمة فاتورة الطاقة المرتفعة والمتزايدة كل عام. هل التفكير في إصلاح سياسة الدعم والاتجاه لتقديم الدعم عبر بدائل أخرى غير الدعم المباشر للمحروقات هو السبيل الأمثل لمعالجة هذه النقاط الثلاث اللي تتحدث عنها الحكومة؟ أولا أعطيني فرصة أن نعلق على نقطتين أو ثلاثة صار فيها حديث. النقطة الأولى هي أول ما تكلمنا على مفارقات الأرقام، أنا أود أن أبين أن الإشكالية عندنا هي إشكالية مخصصات الموازنة أو الميزانية. المشكلة في إحنا ما ناش عارفين المخصصات كم. صح الحكومة عندها مخصصات محددة، لكن المؤسسة من جهة تانية تجاوزت هذه المخصصات عن طريق استيراد الوقود بالتجاوز. لكن في النهاية دكتور واعذرني المقاطعة فقط حتى نعود لصلب موضوعنا، في النهاية الديوان قدم رقم اللي يشمل كل النفقات المتعلقة بدعم المحروقات، يعني تجاوزنا مسألة الأرقام وصحتها ودقتها. لا السؤال هل هو يدخل، لا معلش يا أستاذ خالد، هل هو يدخل تحت المخصصات ولا لا؟ إذا كان خارج المخصصات تبدأ فيه كلام آخر يعني. فهذه إشكالية. النقطة الثانية بالنسبة للدعم، أنا شخصيا وكاقتصادي ليبي لا يوجد في قاموسي شيء اسمه استبدال للدعم، لا يوجد. أنا اقتصادي ليبي أؤمن بسعر السوق. احنا الآن سعر البنزين 15 قرش، هذا سعر غير توازني، سعر غير توازني ويسبب في تشوهات، ومن التشوهات عملية التهريب. فمسألة العدالة وعدم العدالة أنا ننظر لها من حيث إتاحة الفرصة. كل من يحتاج إلى وقود يجب أن تتاح له الفرصة أن يعني يحصل عليها، لكن مش أننا لابد بنوزع بالتساوي بين مع الناس. لكن الاستهلاك مش واحد يا دكتور، الاستهلاك بين الناس ليس واحد، أنت في النهاية تدعم فيه بشكل مفتوح. بالتأكيد في مواطن يستهلك 100 ضعف ما يستهلك غيره من المواطنين بحسب احتياجاتها وبحسب ظروفها. بدي أعرفش بالضبط مواطن باك عنده مصنع، يعني شنو المواطن هذا اللي يستهلك 100 ضعف الآخر؟ لابد في شيء، اللي إذا كان يهرب يبدأ قصة أخرى. بالنسبة لي أنا عفوا يعني بالنسبة للموضوع هذا بالذات يجب تحريك الماء الراكد هذا. الركود عند 15 قرش تو احنا لينا لا ممكن لا يقل عليه 15 سنة او 14 سنة، وهنا في السعر هذا اللي هو 15 قرش هو ارتفع صح، رفعوه الى 20 وبعدين ردوها الى 15، فكان 15 قرش هي رقم منزل ما فيش امكانية لتجاوزه. فاحنا بنقولوا ان لابد نديروا كسر للحاجز ده، حاجز ال 15 قرش لابد ان نرفعه ولو ب 10 قروش هذه، وبعدين لو رفعناها ب 10 قروش زياده بالله شنو هو ما هي الاثار السلبيه اللي ممكن قد تحصل؟ حتى لو فيها اثار سلبيه ستكون اثار سلبيه قابله للسيطره عليها، لانها مش زي الافكار اللي يطرحها البعض في وسائل التواصل الاجتماعي يقول لك والله بيزيدوه الى 4 دينار ولا 3.5. هذا طبعا كلام غير اقتصادي وكلام خيالي وغير قابل للتطبيق من كسياسه اقتصاديه رشيده. الاجابه عن سؤال حضرتك انا ربما مش واضح السؤال زين، لكن موضوع العداله زي ما ذكرت، موضوع السعر في الجنوب دينارين او اكثر، او ممكن سمعنا حتى 5. احنا سمعنا اشياء كثيره بالنسبه لتشوه تشوهات الاسعار في الجنوب، سمعنا يعني معلومات خطيره جدا، ولكن السبب الاول فيها هو الجانب الامني.
يعني المواصلات أو السيارات لما تنقل الوقود من الشمال إلى الجنوب، هل هي تنقلها في جو آمن أم ممكن تتعرض إلى مخاطر وإلى سطو وإلى مشاكل من هذا النوع؟ فهذه طبعا اللي بيتعرض لمخاطر فيحتاج إلى تكلفة نقل أعلى. فإذا هذا واحدة من أسباب ارتفاع أسعار الوقود، فهي مهيش الأسعار اللي مش متبنى الدولة. الدولة غير قادرة على السيطرة، لا توجد حكومة واحدة للسيطرة على ليبيا كلها، كل واحد يسيطر على جانب. فإذا هي مشكلتنا الأساسية هي مشكلة سياسية قبل ما تكون مشكلة اقتصادية. لو أن احنا من ناحية سياسية يعني أمورنا طيبة، فالمشاكل الاقتصادية هي سهلة الحل، وخاصة في اقتصاد بسيط مثل الاقتصاد الليبي. طيب هذه في طيب تقديري يعني. طيب سيد مختار الجديد، أي بدائل يمكن أن تحقق أهداف الحكومة في معالجة هذه النقاط الثلاث وتوفر ما يريده المواطن اليوم؟ أولا يعني حاليا نتكلم على السلعة مهمة، سلعة البنزين أو النافتة، متوسط تكلفة اللتر حوالي 70 سنت، يعني لو حسبناها بالدينار تكلفتها على الدولة حوالي 3.5 دينار. لما تباع 15 قرش هي قبل لازم تباع 15 قرش، ودي وزعها مجانا خلاص في الجملة 15 قرش، يعني تكلموا على حاليا السلعة كانت توزع مجانا، يعني 15 قرش من 3.5 إلى 15 قرش كانت توزع مجانا. شو المفروض يصير؟ ما مسترسل الحديث يعني حديث، شوف الوضع الطبيعي انك تبيع السلعة هذه اما بسعر تكلفة زائد ربح او اقل بتكلفتها، كم تكلفتها؟ 3.5 دينار. طيب لكن من غير منطق انك الشعب 70 سنة 80 سنة تبيع له في البنزينة ب 15 قرش تجي في ثاني يوم بتبيعها ب 3.5 دينار، هذا من غير منطقي. طيب البديل شنو؟ البديل اللي كنت تفرض زي ما شاء السيد رئيس اللجنة السيد وسام لأن الرفع ممكن هيكون على مدى، والسيد أيضا ضيفك الاستوديو سمحني هذا الاسم ريحته دكتور محمود الدكتور، نعم. الأمر يحتاج إلى 3 إلى 5 سنوات. طيب جيد جدا إن نصلوا إلى هذا الأمر 3-5 سنوات. طيب شو معنى المواطنين بديل؟ أيضا حتى منح بديل، لو أنك في اقتصاد حقيقي في دولة زي الدول الصناعية مش مطالبة الدولة بتعطي بديل للنفطرة، يبيع في أوروبا يبيعوا في الوقود بسعر التكلفه بالاضافه الى ضرائب وما يعطوش للشعب في بديل نقدي. برضه احنا مجتمع يعني اقتصادنا هش، شعب 2 مليون عايشين على الوظائف، يعني ما فيش اقتصاد حقيقي. فهنا مضطرين ان نرفض الدعم بشكل تدريجي وايضا نصل به الى 3.5 دينار على مدار ممكن 5 سنوات او اكثر، وايضا مطلوب منا نعطي بديل نقدي ما دام احنا ما عندناش اقتصاد حقيقي. يعني هي هذا هو ملخص المشكله. احنا حاليا لازم نقتنع تقريبا في توافق عام على ان في مشكله حقيقيه انك انت تعطي في سلعه مدعومه، هذه خلق تشوه اقتصادي ومسبب مشكله حقيقيه فساد. يعني ملف النفط راهو يشبه الكثير من الفساد يا استاذ خالد، حتى النفط لما تكلموا على النفط ملف النفط والتحدث عن الفساد في موضوع الدعم فقط راهي ربما احنا سطحنا الامر، راهو الامر أعقد من ذلك. ممكن لا تسمح لي نسترشدك ببعض الفقرات من تقرير ديوان المحاسبة لو سمحت، بس عشان نعرف حجم المشكلة الحقيقية. يقول لك في الصفحة رقم 41 رصد ديوان المحاسبة وجود ارتفاع غير منطقي في كمية المحروقات الموردة بالمقايضة بين عام 2021 و2022 في مقابل انخفاض إيرادات المبيعات بالسوق المحلي، الأمر الذي يثير الشك حول عمليات المقايضة التي حصلت. يعني ديوان المحاسبة المؤسسة الرقابية الأعلى في ليبيا عندها شكوك في عملية المقايضة اللي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط. إذا كان هذه المؤسسة عندها شكوك كديوان محاسبة عندها شكوك ومش قادر يأكدها، وعندها شكوك ويشك في أن المؤسسة الوطنية للنفط تتلاعب بعمليات التوريد، وتحدد نفس تقرير ديوان المحاسبة على أن الفاتورة كانت 700 مليون دولار في الشهر بعد انتقال لعملية المقايضة التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط، أصبحت تكلفة الفاتورة الشهرية 800 مليون دولار، يعني في فرق 100 مليون دولار شهريا، بالإضافة لما يحدث في محطات الوقود والتلاعب اللي يحدث فيها قبل أن تصل إلى المهربين. نتكلم عليه في مؤسسة الدولة، رأى الأمر شائك جدا ومعقد، نفتح مواضيع ربما واحد حتى يخاف يروح راه الحديث. شو يصير في مؤسسة الوطنية للنفط؟ شو يصير في شركة البريكا وشركات التوزيع التابعة لها؟ من المستفيد من هذه العمليات وماذا يحدث قبل أن يصل في المهرب هذا اللي المفروض يعاقبه القانون؟
إذا رأى الأمر شائك جدا، فلذلك يجب إيجاد حل جذري لهذه المشكلة. حل الجذري لهذه المشكلة هو برفع الدعم، ولكن رفع الدعم بشكل تدريجي من غير منطق أن ترفع لتر البنزين 3 دينار ونص، وبكرة من عبي تنك البنزين 150 دينار، وليه دوبك نحصل طلع 1000 دينار ونصرف. هذا أمر غير منطق. فلذلك لما نتكلم على مشكلة حقيقية يجب معالجتها بشكل تدريجي وبشكل يعني متدرج. هو ربما من الإشكالات أستاذ مختار، ما تقوله واضح أستاذ مختار، ما تقوله واضح، وربما حتى من الإشكالات أن الديوان يتحدث عن المقايضة فيما تنفي المؤسسة أن هناك عملية مقايضة. رئيس مجلس إدارة المؤسسة يقول بأن العملية ليست مقايضة وإنما هي بيع ثم شراء، عمليتين منفصلات، وأن هذا يتم بقرار صادر عن السلطة التنفيذية، وأنه بإمكان السلطة التنفيذية الرجوع عن هذا القرار وإلغائه وإعادة الأمر إلى سابقة، لكن الحكومة لم تذهب في هذا الاتجاه. أي قرار يا أستاذ خالد؟ هذا القرار مخالف القانون للدولة، ما دام في تعارض بين قرار صادر وبين قانون يؤول إلى تطبيق. لا تسأل المؤسسة، هل تسأل المؤسسة أستاذ المختار؟ يسأل من أصدر القرار في هذه الحالة، لأنك أنت الآن تلوم المؤسسة. على كل حال سيد وسام الساعدي، بالحديث عن البدائل وأنت أشرت إلى هذه النقطة، يعني في نقاط كثيرة حتى ضيوفنا تفضلوا بذكر عديد النقاط، مسألة المقايضة أو كيف يتم البيع ثم الشراء من قبل المؤسسة وفق هذا القرار اللي محل نقاش ولغط هو أيضا هذه عملية إصلاح يمكن أن تسبق الخطوة اللي تتحدث عن تغيير سياسة دعم المحروقات. هناك مسألة مشاكل التوزيع، مشاكل التهريب، مشاكل التوفير لضغط فاتورة الطاقة المتزايدة. لماذا تتجه الحكومة وفق دراسات تقدمها لجانها إلى تغيير سياسة دعم المحروقات، استبدالها نقدي أو عينها بعيني أو أيا كان يعني، ولا تفكر في معالجات متعددة لمشاكل موجودة؟ نعم، هو خليني نضع نقطة واحدة بس في قصة أو في موضوع فيما يتعلق بموضوع البدائل. طبعا هناك نوعين من البدائل، هناك يعني نوع أو في إطار شبكات الأمان الاجتماعي هناك نوعين، نوع مشروط، بدائل مشروطة وبدائل غير مشروطة. طبعا الحكومة ذهبت إلى البدائل غير مشروطة اللي هي استبدال الدعم إلى دعم نقدي مباشر للأسر الليبية، وكل أسرة ليبية بتحولها مبلغ دعم حيكون بشكل شهري. هذا إذا ما قررت أو توصلنا إلى نتائج راح فيها عمل لجنة، لأن نحن ما زلنا ندرس في هذه القضايا، يعني ما زال الموضوع راح ولا لم يحسم أي منها يعني. وهناك يعني بدائل تتعلق بجانب جوانب عينية، تتعلق بدعم قطاعات من المواصلات، دعم برامج معينة، دعم استهداف يكون بشكل جغرافي. أنا أتكلم في إطار شبكات الأمن الاجتماعي. الحكومة لما رأت أن فاتورة المحروقات كانت بهذا الحجم، وبالذات هي المسألة هي ضخمت هذه الفاتورة بالدينار الليبي، يعني في لما زاد الإنتاج من الطاقة في الكهرباء تحديدا، يعني زاد الإنتاج استهلاك من الديزل، زاد استهلاك من الغاز، وبالتالي بدأت ترتفع الفاتورة بهذا الشكل. رأت الحكومة أن هذا الاستبدال حيتم بشكل يعني يتم بشكل نقدي للمواطنين، وقالوا إن بيش ما نقولوش والله تو نقدي والله عيني، يعني خلينا ندرس هذه المستويات دي. تحسين يعني توجيه أشكال الدعم القائمة هذه، يعني لها مجموعة عوامل، عدد السلع الموجودة حاليا أو المدعومة، المشتقات المدعومة في السوق الليبي، الكميات المدعومة اللي تستهلك من الشركات ومن المؤسسات ومن شركات التوزيع ومن المواطنين وغيرها والمخابز إلى آخره، عدد المنتفعين، يعني هذه مسألة تحتاج إلى نقاش. مسألة تحديد الاحتياج في السوق الليبي فيما يتعلق بالمحروقات هي مسألة للأسف الشديد أنا أتكلم حاكم يعني لا إلى الآن غير قادرين على تحديد الاحتياجات الحقيقية، وبالتالي هذا المحرك الرئيسي. لماذا غير قادرين أستاذ سام؟ لا يوجد مؤسسات قادرة على أن تحدد بالضبط كم الاحتياجات. نعم
للأسف انقطع الاتصال مع الأستاذ وسام. أنا كان عندي سؤال حتى قبل ما تفضل بالحديث عنه دكتور محمود، وهو يعني إذا كان في هناك إشكالية في دائرة توريد التعاقد على الشراء، التوزيع، الاستهلاك، كل هذه نقاط ومسائل كان يمكن للحكومة الاتجاه لمعالجتها قبل التفكير في تغيير سياسة الدعم بالاستبدال أو بغيره تدريجي أو غير تدريجي. كان الحكومة اختارت الحل الأسهل يا دكتور محمود. لا، هو ليس، بالعكس، هو ليس الحل الأسهل. وأنا أعتقد أن الحكومة الآن يجب عليها، وأنا أقولها بكل يعني صراحة، أنها فعلا تتجه نحو الإصلاح في حتى فيما يتعلق بقضية البيع والشراء في المؤسسة الوطنية للنفط. لأن الموضوع هذا حقيقة شابه كثير من اللغط فيما يتعلق بقضية المبادلة اللي هي مقايضة بين بيع النفط واستبداله بالمحروقات. وهذا صار عليه طبعا ديوان المحاسبة تقريره، أعتقد أنه من الجهات الرقابية المرموقة التي يعني دائما وابدا نركن إليها في هذا المجال، وهي مسؤولة أمام حتى جهات أخرى اللي هي سواء التشريعية ولا النائب العام وكذا. فأعتقد أن هذا الموضوع من المواضيع المهمة، لكن موضوع إصلاح البرنامج هو حزمة واحدة. أنا أعتقد أن الحكومة عليها. في البداية دكتور محمود اسمح لي نعود بهذا السؤال للسيد وسام السعدي، عاد معنا الآن عبر الهاتف. سيد وسام، أنا سألت الدكتور محمود الفطيسي أثناء انقطاع الاتصال معك عن مسألة يبدو فيها أن الحكومة اختارت الحل الأسهل عندما اتجهت لدراسة سبل تغيير سياسة الدعم باستبدالها أو بدعمها وتقديمها في إطار اجتماعي أو غيره. لماذا اختارت الحكومة مباشرة العمل على معالجة كل هذه النقاط الثلاثة اللي تتعامل معها الآن؟ اختارت أن تذهب مباشرة لخيار تغيير سياسة الدعم بدل أن تضبط عملية استهلاك الطاقة في البلد بدءا من الشراء ثم التوزيع ثم الاستهلاك. هل اختارت الحكومة الحل الأسهل اللي فيه أقل مشاكل؟ هو أستاذ خالد، هو قضية راهو إصلاحات دعم الطاقة قضية راهو قديمة جديدة، ليست مثلا يعني حتى من قبل 2011 كان يناقش قضية أسعار المحروقات في ليبيا. هذه مثلا مسألة أن هي ما فيش حكومة استطاعت أن يعني تطرق الموضوع بشكل قوي، أو هذه مسألة تعتمد على الظروف السياسية والاقتصادية للبلد، وهذه مثلا لا يخفى على الليبيين كلهم يعرفوا يعني مثلا مش بالبساطة اللي تخيلها البعض. هذه مسلمة يا أستاذ وسام، مسلمة، لكن خليني بس نعود نطرح سؤالي بشكل آخر. أستاذ وسام، اسمح لي يعني نحن نعطيك مثال حتى تقديري بدون التركيز في الأرقام. اليوم نقول بأن استبدال السياسة أمر ضروري لأن الفاتورة وصلت 80 مليار دينار، وبالتالي يجب أن نفكر في استبدال طريقة الدعم بمراجعة سياسة الدعم. لكن هناك خيار سابق لهذا، وهو أن ربما مراجعة عمليات الشراء والتسويق التوزيع والاستهلاك قد يضغط الفاتورة لقيمة 50 مليار دينار مثلا، وبالتالي نجد أنفسنا غير ملزمين بالاتجاه إلى تغيير سياسة الدعم في الوقت الراهن. هذا يستدخلك فيما لو أديرت قطاعات الطاقة في ليبيا بشكل جيد، ماذا إذا كان عرفنا احتياجات السوق الليبي من المحروقات بالضبط؟ ما الذي يمنع أستاذ وسام؟ للأسف يعني لا يوجد مؤسسات إلى هذه اللحظة قادرة، لأن الطلب ما فيش محركات الطلب، السعر الموجود 15 قرش في السوق الليبي يباع فيه سعر البنزين وسعر الديزل، هذا المرونة السعرية زيرو، وبالتالي الطلب في ليبيا يعني ممكن يحرك فيه تهريب، ممكن يحرك فيه مسألة أخرى، ما فيش ولا واحد ضابط إنه كيف يتحرك الطلب بالذات فيما يتعلق بقطاع المحروقات. المسألة مو قلت لك مش بالبساطة اللي يتخيلها البعض، يعني المسألة تحتاج إلى دراسة، ونحن حقيقة عاكفين على دراسة الموضوع بشكل جدي يعني في هذا المسائل، وإذا كان توصلنا النتائج حيتم نشرهم بشكل واضح يعني للجميع. يعني أنتم الآن تدرسوا بدائل أو الخيارات المتاحة لتغيير سياسة الدعم، يعني أوريدي تقرر تغيير السياسة برفع الدعم باستبداله أو بغيره. أنا ما زلت أطرح سؤالي مجددا، لماذا اختارت الحكومة الحل الأسهل بدل أن تحاول تنفيذ معالجات في إطار ضغط فاتورة المحروقات
وتأجيل هذه المسألة على الأقل لظروف مختلفة عن الظروف اللي يعيشها البلد اليوم؟ أستاذ خالد، أنا أعيد وأكرر لك إن هذا ليس الحل الأسهل، بالعكس يعني الحلول الصعبة. الحكومة تبنت استراتيجية مكونة من مجموعة برامج من ضمنها إدارة القطاعات كثيفة الاستخدام للطاقة عشان تقدر الحكومة تضبط هذه القطاعات. هي استراتيجية متكاملة يعني هي جزء وجزء. لا، من ضمن إصلاحات دعم الطاقة أنه لابد من أن أسعار الطاقة تكون حقيقية في السوق المحلي، في المقابل يتم استبدال هذه الأسعار للمواطن مباشرة، بحيث أن هناك مبالغ نقدية لكل أسرة ليبية توصلها بشكل شهري عن تعويضها عن عملية استبدال الدعم هذا بشكل دقيق يعني. وهذا ما نشتغل عليه، لكن مش أنه حل سهل. هذا موجود راه الحل فيما يتعلق بدراسة المؤسسات والجهات اللي تستخدم في الطاقة، موجود من ضمن الاستراتيجية اللي تبنتها الحكومة. يعني ما هوش مثلا حل واحد وتركة الثاني، هي استراتيجية يا أستاذ خالد، ما هيش جزء واحد. ليس اتجاه واحد منفرد. الدكتور محمود الفطيسي، أنتم في المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي قدمتوا ثلاث خيارات يمكن من خلالها تغيير سياسة الدعم. قلت بأن التقديم البديل النقدي له من السلبيات ما يوازي إيجابياته. نعم، هذا بالنسبة لموضوع البدائل. طبعا هذه بدائل أولية، وهي الآن مطروحة حتى على اللجنة لدراستها أكثر فأكثر، لأن هذا الموضوع يعني لازم يكون فيه رأي فني. فيما يتعلق باستبداله بالنقدي، طبعا إذا كان رفعنا الدعم كامل، ولكن احنا تدريجيا، هو طبعا كل الاقتصاديين هم أدرى طبعا في الموضوع هذا فيما يتعلق بالتضخم. يعني عندما تستبدل نقدي وتكون عند الناس المال، فطبعا يصير تضخم، وهذا طبعا لكي يخافوه الاقتصاديين. لكن عندما العمل يتم تدريجيا، واحنا قلنا تدريجيا كما تفضل الدكتور مختار الجديد، على اساس ان احنا ممكن يعني نقوله بعد سنه بعد سنتين ممكن يوصل الى 50 قرش، بعدها الى دينار، الى، ولكن كله هنا والبديل موجود. هو كما قال الحكومه غير ملزمه راهي بالبديل، لكن احنا في ظل الوضع الاقتصادي اللي هو غير سليم الحقيقة، وعدم وجود حكومة. طبعا عندنا الخلاف السياسي والخلاف، وعندنا المشكلة الأمنية، ولهذا احنا ضروري أن لابد أن يشعر المواطن بأنه هو في أمان. ونحن الآن حتى في المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي عندنا مشروع الحماية الاجتماعية نشتغل فيه معنا. واضح دكتور، لكن سأركز معك على ذكركم أو تأكيدكم على أن خيار الاستبدال الدعم بالدعم نقدي هو خيار غير مناسب. هو غير مناسب إذا كان تم الدعم، رفع الدعم كامل، يعني استبداله كامل. مثلا كما الآن يعني هو 3.5 دينار، لو احنا مشينا ل 3.5 دينار فعلا هذا يبقى يعني سوف يحدث تضخم كبير، ونتائجها حتكون يعني سيئه على المواطن. طيب دكتور عطيه الفتوري، هل من الواجب اشراك مؤسسات دوليه في هذا الاتجاه للوصول لاتخاذ القرار من قبل الحكومه؟ في النهايه هناك صندوق النقد الدولي، هناك البنك الدولي، غيرها من المؤسسات الاقتصاديه والماليه والنقديه. هل من الواجب اشراكها؟ هل اشراكها مسألة إيجابية أم سلبية؟ لأن في حتى من يقول بأن ربما الحكومة في توجهها هذا تتماهى مع بعض الضغوط من صندوق النقد الدولي مثلا، لليه ما يوصف بتدخلات في بعض الدول. والله هذه إهانة في الاقتصاديين الليبيين لما تقول أنت يجب أن نستدعو صندوق النقد الدولي ولا البنك الدولي. لحظة دكتور عطية. نعم. لحظة لو سمحت، لا تقولني ما لم أقل. أنا سألتك هل من الأفضل، هل من الواجب إشراك جهات دولية أو لا؟ أنت من وين جبتني أنا طلبت أن يتم إشراكها؟ أنا أتساءل فقط. من سؤالك جبتها. هذا سؤال لا يسأل إذا كان أنت عندك اقتصاديين تثق فيهم، لا يسأل هذا السؤال.
انا اجتمعت بهم عده مرات راه صندوق النقد الدولي لعلمك في تونس وفي غيرها باهي. وانا خريج جامعه من افضل الجامعات اللي ممكن نتخرج منها واعلم حتى زميلي الدكتور نفس الشيء عرفت. نحن والله يا دكتور عطيه حيرت يا دكتور عطيه اقتصاديين حقيقيين حيرتنا يا دكتور عطيه والتمويل الدولي يا دكتور عطيه انت بدات الحلقه بانك شككت في ارقام الاقتصاديين والمحاسبين الليبيين سواء في مصرف ليبيا المركزي او دول المحاسبه او في الماليه وقلت بان هذه الارقام غير دقيقه وانها غير صحيحه وانها محل شك. الان تذهب لعكس ما قلت في بدايه حديثك. لا 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 هذه المؤسسات ما فيهاش اقتصاديين حقيقيين. المصرف ليبيا المركزي يطلع في العملة المصدرة بشكل غير حقيقي، يطلع في الدين العام بشكل غير حقيقي، يطلع في عرض النقود بشكل غير حقيقي، ولم يتكلم ديوان المحاسبة عن ذلك. هو ويقول هذين كلهم للاقتصاد الليبي وهذا غير صحيح. على اي حال يعني الدكتور زرموح زميلي ونثق فيه وهو اقتصادي حقيقي، انا استاذ الاقتصاد من سنوات طويله باهي وانا استاذ الاقتصاد وافهم الاقتصاد كما يفهم جماعه الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وربما احسن منهم في بعض الاحيان. ونعرف زملاء كثيرين في بنغازي وفي طرابلس وفي مصراتة وفي غيرهم هم على نفس المستوى. وهذا الاقتصاد الليبي نحن نفهم اكثر من الاخرين اللي هم واحد مغربي وواحد امريكي وواحد نظر منين جاي واحد كذا، ما يعرفوش هم الاقتصاد الليبي ولا يعرفوا خصوصا الاقتصاد الليبي. فلا اعتقد انه من الافضل او من الاجدى ان نحن نستطيع ان احنا نستدعي هذه المؤسسات. هذه المؤسسات او الاقتصاد الليبي يفهموه الليبيين اكثر من اي واحد اخر، وهناك كفاءات ليبيه تفهم هذا الموضوع. نعم. طيب هو الآن بحسب ما أعرف أن هذه المؤسسات من يعمل لكن فيها لكن للأسف الشديد من يعمل فيها هم عادينا نقطة معك بس نقطة واحدة أخرى عادينا يا دكتور يا دكتور لا تعقيب على ما قلت يا دكتور فقط نقطة أخرى اللي يعملوا في مصر في بمركز نحن نعلم أن تخفيض قيمة الدينار الليبي اللي قالوا عليها أن لجنة متخصصة وهي لجنة متخصصة يعني اللي كسر ظهورنا هو تخفيض قيمة الدينار الليبي اللي عبارة عن لجنة إدارية وقالوا هذه لجنة متخصصة من خبراء ما نحن نقول في كلام مرات ما نعرفش معناه أصلا. فهي ليست لجنة متخصصة وأعتقد أن اللي خلانا في هذا الموقف الآن ونناقشوا في هذه المشكلة هي تخفيض قيمة الدينار الليبي وخسران 70% من قيمة الدينار الليبي في يوم 3/1/2021. هذه واحدة من الأشياء وفي قبلها حتى بعض التخفيضات. يعني نحن لو كان الدينار الليبي في التسعينات كان يساوي 3 دولار و40 سنت يعني الآن 15 يا دكتور عطية دكتور عطية حتى نخرج من شخصنة الأمور يا دكتور عطية لو سمحت يا دكتور عطية مصر في بمركزي دول المحاسبة وزارة المالية غيرها من مؤسسات الدولة الليبية يعمل فيها مواطنون ليبيون خريجو جامعات ليبية مثلك ومثل الدكتور زرموح والدكتور مختار الجديد محاسبين مش اقتصاديين محاسبين يعملوا فيها محاسبين فيها المحاسب فيها المالي وفيها الاقتصادي يا دكتور مش اقتصاديين انت كانك تاخذ المساله من جانب شخصي بهذا الشكل يا دكتور ما فيش اقتصاديين ومن الاقتصادي اللي في دول المحاسبه منو طيب من الدكتور طيب. الاستاذ اللي الدكتور اللي في دول المحاسبه او في مصرف ليبيا المركزي مصرف ليبيا المركزي ما فيش ولا واحد اقتصادي حقيقي هذه تهمة أو خلينا ما نقولش تهمة خلينا نقول إن هي يعني عبارة موجهة للمؤسسات الليبية وعبارة تحمل الكثير يا دكتور. على كل حال دكتور عمر زرموح في تقديرك أفضل السبل الآن للتعامل مع هذا الملف الموجود على طاولة الحكومة ملف تغيير سياسة دعم المحروقات في تقديري يعني عندي رؤية يعني أنا ما يعني نتابع في الحدث هذا منذ ممكن من عام 2005 أو 2006 طرح في وزارة التخطيط وطرح بعد ذلك عدة مرات وأقيمت الندوات والورش العمل فهنا متابع ليه يعني متابع جدا وعندي فيه رأي بالنسبة للإشكالية الحالية أو الوضع الحالي
هو بالفعل قيمة تخفيض قيمة الدينار الليبي ب 70%، هذه خفضت سعر لتر البنزين اللي هو قعد بالدينار الليبي 25 قرش، لكن هو انخفض من 10.7 أو نقول 11 سنت قبل ما انخفض قيمة الدينار الليبي إلى 3.1 سنت. رأوا يعني هذه سياسة متضاربة مع سياسة مكافحة التهريب، يعني سياسة تخفيض قيمة الدينار تتضارب مع سياسة مكافحة التهريب. فهذه فعلا يعني إشكالية كبيرة ودمرتنا بالفعل يعني. فأنا تصوري لحل الإشكالية هذه طبعا حنمشوا بالتدريج طبقا للمبدأ الاقتصادي في التدرج. أول شيء أنا نعطيك حتى بالأرقام، أنا أوصي بزيادة سعر البنزين بعشر قروش، يعني من 15 قرش ولي 25 قرش. النسبة هذه تعتبر نسبة عالية بالمعايير الاقتصادية، تمثل 67% راح، لكن نقبلها لسبب، وهي أن في تغيرات كثيرة صارت، فيه ارتفاع في الأسعار، فيه تضخم، فيه مختلف السلع ارتفعت أسعارها، وصل التضخم إلى 26% في عام 2016 و2017، في كل عام معدل التضخم 26%. فلهذا لهذه المتغيرات وللمحاولة السابقة في رفع سعر البنزين إلى 20 قرش، أنا وجهة نظري بدو بال 25 كويسة، ما تأثرش كثيرا، وخاصة أن المرتبات ما نقولش كلها، لكن كثير من شرائح المرتبات ارتفعت أسعارها أو ارتفعت قيمتها، وبالتالي أنا أعتقد أن هذه مقدور عليها، وبالتأكيد ستكون لها أثار سيئة. لكن أثار سيئة ما قيمة هذا الفارق يا دكتور؟ السياسة الاقتصادية الرشيدة دكتور زرموح، إذا نعم. إذا كان الحكومة منطلقة من 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 من, من غاية محددة وهي معالجة ثلاث نقاط اللي ذكرها من الناطق السيد محمد حمودة، مسألة العدالة الاجتماعية و السيطرة على الفاتورة المتزايدة كل سنة، وأيضا معالجة مسألة التهريب، إذا رفعت السعر بقيمة لقيمة 25-250 درهم ربع دينار، ماذا يحقق هذا الفارق؟ إيه بالضبط، أنت لو غير تخليني تعطيني فرصة نتكلم، لأن بنعطيك رأي وجهة نظر متكاملة إن شاء الله تجيب على الأسئلة هذه كلها. فأنا بالتوازي يعني مش عبارة عن جرة قلم بتزيد بعشر قروش وخلاص، لا لا، بالتوازي لابد من دعم حرس الحدود، لابد من دعمه بكل وسائل المراقبة وحماية الاقتصاد الليبي من أي عملية تهريب، ليس بنزين فقط ولكن كل شيء، أي نوع من المحروقات، أي نوع من السلع، حتى تهريب السيارات، تهريب أي سلع ينبغي مكافحتها. وهذا لو صحيح ينبغي أن يكون في ظل دولة مستقرة ودولة موحدة، لكن حتى لو اختلفنا سياسيا يجب أن نتوحد في هذه النقطة بالذات، يجب أن نتوحد في مكافحة التهريب، لأن هذا يعني دفاع عن ليبيا. بالتوازي أيضا أن ندير دعم للفقراء في كل الدول يا أستاذ خالد، وكلامي للجميع، إن في ندعم الفقراء، لأن المواطنين أو المواطنين يختلفوا، مهمش يعني مهوش نوع واحد. المواطنين ذوي الدخول العالية هذو ما يدفعوا ضرائب، مش بندفع لهم دعم، مش نقول له والله بنستبدل الدعم، تفضل خذ 300 جنيه مقابل طيب. مقابل الدعم، وهو الدخل نتاعه 300 ألف ولا 300 كده. فأنا نقصد الدعم للفقراء فقط، يجب أن احنا نبدأ بخط الفقر. خط الفقر نستطيع أن نفترض حتى افتراض، لو ما قدرناش واضح تماما دكتور، اسمح لي فقط ونبحث وقت انتهى دكتور، معاني سامحني شوية، معنا عندنا عدة رسائل ماجستير حددت أو قدرت خط الفقر في أكثر من مدينة في ليبيا، ومع ذلك في الأخير نستطيع أن نفترض حتى افتراض. طيب نستطيع أن ندعم الفقراء والأغنياء يجب أن يدفعوا الضريبة ومش ندعمهم. واضح تماما، أنت الآن تطرح مسألة تستدعي إطلاق دراسات اجتماعية. دكتور زرموح اعذرني فقط، دائما النقاش مستمر في هذه الموضوعات،
بأختم مع السيد مختار الجديد وسؤالي حول تأكيد الحكومة على أنها ستشرك الليبيين في مناقشة كل الوسائل البديلة اللي يتأتى من خلالها تغيير سياسة دعم المحروقات. هل هذه مسألة واقعية بالإمكان تطبيقها بالدرجة التي تسمح بمشاركة عامة وشاملة لكل الليبيين؟ الحقيقة هذا الأمر مستبعد يعني بشكل كبير، يعني شفنا تجارب سابقة مع الحكومة في عدة مواضيع، يعني الكلام طيب ورفع الدعم ومعالجة مشكلة سعر الوقود وارتفاع زيادة سعر ملح بديل نقدي، ولكن المشكلة أو المشكلة الرئيسية بالنسبة لنا هي كيف يتم ذلك. سيتم ذلك عن طريق الحكومة، حقيقة لازم ثقة حقيقية مع الحكومة. نخشى أن يعني يتم الأمر بشكل عشوائي زي ما شفنا تصرفات حكومة في مواقف سابقة في مواضيع عديدة، يعني شفنا العشوائية وشفنا التخبط في اتخاذ القرارات. طبعا هذا الموضوع هذا قرار استراتيجي ينعكس على المواطنين بشكل عام، وشفنا البداية سابقة. تتذكر كيف أنت السيد رئيس الحكومة خرج علينا وقال قرف الدعم تخذ فقط كلمات، يردو زي الموضوع يحسب بثلاث كلمات رئيس الحكومة، تعال لا تعال جاي قاعمز وقول شو بتدير وش مكش داير وكلهم كيفش ناس قولي لا رفع الدعم تأخذ وخلاص، يعني مش متوجه مكش رئيس الحكومة تدخل قرار استراتيجي بدون ما ترجع للمجتمع. كل ما تلا ذلك أستاذ مختار، كل ما تلا ذلك من تصريحات لرئيس الحكومة أو للناطق باسم الحكومة أو للسيد وزير الدولة للشؤون السياسية، ما قاله السيد رئيس لجنة دراسة إصلاحات دعم الطاقة وسام الساعدي الآن، لا تجد فيه أي مبعث على الإطمئنان؟ لا لا لا، هو كله كانت ردود أفعال للمحادثة في الشارع، كله كانت ردود أفعال تراجعوا، وصار هذا كان رد فعل لمحادثة في الشارع. الأمر عن نفسي لا تقف الحكومة وفي مصر تتخذ الخطوات، لذلك تجدني أتحفظ باتجاه تعديل رفع الدعم للوقود معي، ومؤمن بشكل كامل أنه يجب معالجة هذا الملف، ولكن لا أتوقع أن هذه الحكومة قادرة على إنجاز هذا الأمر. شكرا لك من مصراتة أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة مختار جديد. أيضا الشكر موصول لضيفنا من بنغازي أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي عطية الفتوري، ولضيفنا من مصراتة أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية عمر زرموح، ولضيفنا هنا في الاستوديو مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي. وبالتأكيد جزيل الشكر لضيفنا الذي كان معنا عبر الهاتف من طرابلس رئيس لجنة دراسة إصلاحات دعم الطاقة وسام الساعدي. شكرا جزيلا لكم جميعا، وفي الختام شكر لكم أستاذ المشاهدين، في أمان الله.